السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هنقدم لك نموذج برنامج كامل إزاي تصممه، وإزاي وأسيب لك عندك هنا الجداول، وأسيب لك كمان الفورمز بتاعتها، تمام، والأكواد بتاعتها بالكامل في النموذج بتاعنا اللي إحنا هنشتغل عليه النهاردة. هيبقى مفتوح المصدر، تقدر تخش على البيانات، ممكن تخش تشوف الاكواد بتاعتنا، هتقدر تشوف النموذج متصمم ازاي، عندك الاستعلام معمول ازاي، عندك الفورمز معمولة ازاي، وطريقة انشاء النموذج ازاي، اللي هو بتاع عندي هنا طبعا اللي موجود معايا اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه. اول حاجة ان احنا لما بنيجي نقف على بيان هنا كده مثلا، انا ممكن طبعا انت ممكن تسجل بالعربي او الانجليزي، مفيش اي مشكلة. عندك نموذج رئيسي، عندك نموذج فرعي بيبين لك البيانات بتاعتك اللي انت شغال عليها، واللي انت ممكن تقدر ايه تفتحها بكل سهولة، تمام. يعني انا عندي هنا النماذج بتاعتي كلها موجودة معايا اهيت، واقدر اشوف مين اللي موجود معايا في الايه في النموذج بتاعي. هنا عندي نظام بحث، كمان عندي هنا نظام بحث اهوت، انا اقدر في نظام البحث ده، تمام، انا ممكن ابحث عن ايه، عن اي إيه؟ عن مثلا عن اي كود مثلا، تمام، او ابحث مثلا عن مثلا اقول ان او ان كده، تمام، واقول له بحث، تمام، كل تمام. المفروض في البيانات بتاعتي كلها، لو انا واقف مثلا هنا على هنا البيانات، واقول له مثلا هنا 5 005 كده، تمام، واقول له فايند النموذج، مفيش اي بيانات طبعا هنا في النموذج اهوت اللي انا هبدأ اشتغل عليه هنا كده، تمام. عندي وهنا ممكن اعمل ريبليس لو انا عاوز اعمل ريبليس لاي حاجة، تمام. هنا بعمل فايند طبعا زي ما انت شايف كده، انا ممكن اعمل فايند عن الاسم ده كده، تمام، قول له فايند، تمام، قول له حط لي الاسم ده كده، تمام، قول له فايند، تمام، في النموذج نوت فاوند، تمام، اقول له تعالى لي هنا في النموذج. لو انا قفلت النموذج كده تاني وفتحته، تمام، خليك معايا هنا كده، تمام، اهو، وابدا اقول له تعالي لي حط لي النموذج اللي انا هبدا اشتغل عليه، هيبدا يديني اهوت ايه البيانات اللي انا محتاجها. ثانيا ان انا لما اجي عاوز اعمل نيو جديد كده، بعمل نيو، تمام، واجي هنا هو اوتوماتيك بيكتب لي الترقيم تلقائي مثلا كده، ممكن اقول له ميدو، تمام، ميدو، تمام، ولاست نيم بتاعه مثلا ميجو، تمام، اي بيانات انا عايز اكتبها في النموذج هنا. وهنا بقول له طبعا ذكر او انثى، او عندي هنا ميل، عندي كده فاميلي باللغه الانجليزيه او اللغه العربيه اللي انت عايز تكتبه تقدر تكتبه في النموذج بتاعك. خلاص هنا البيرز داي بتاعه بتقدر تحط له البيرز داي بتاعه اللي انت موجود معاك، تمام، تقدر تحطه في النموذج ده، تمام. ممكن اقول له مثلا من 2004، تمام، واجي اقول له تعالى لي رقم التليفون، وهو بيديني زائد 0002 طبعا، انا ممكن 0 اقول له 018 واكمل بقيه الارقام بتاعتي اللي موجوده معايا. هنا الجيميل بكتب الجيميل، الجيميل، تمام، بقدر اكتب البيانات الجيميل والادرس بتاعك هنا، ممكن اقول له مثلا زفته اي اهو هنا كده، اقول له مثلا اهو كايرو مثلا، اقول له كايرو، تمام. وهنا طبعا اهو بقدر اشتغل على القسم بتاعه الديبارتمنت والوظيفه بتاعته اللي انا موجوده معايا، ممكن اقول له مثلا سكيورتي، تمام، الرينك بتاعه، تمام، اهو موجود الرينك بتاعه، تمام، والبنك، البنك بتاعه، تمام، والسالري، تمام، وكده ممكن اقدم له المرتب مثلا ايه 5600، تمام كده، وممكن اقدم له هنا مثلا 1200، وهنا هدي له مثلا 1400، تمام. يبقى انا اديته البيانات بتاعته كلها اللي انا هبدا اشتغل عليه، تمام. يبقى انا هنا كده لو انا قلت له مثلا دي خليها مثلا 2200 2200، تعالى كده نشوف النموذج بتاعي اهوت هتبدا تشتغل معايا. ممكن اقول له المرتب مثلا هنا 8000، اقول له 8000 ماشي، 600 بيبدا يدي لك البيانات بتاعتك اللي انت شغال عليها، مجرد بتقف بيدي لك ايه النموذج بتاعي. هنا طبعا البيانات بتاعتك اهو، مجرد ان انا بقول له سيف سيف، انت لاحظ عندي اخر حاجه 7، تمام، رقم 7، تمام، قول له سيف، تمام، وبيبدا يسيف لي اهوت، ويبدا يديني ايه رقم 8 ميدو، وبيبدا يديني البيانات بتاعته اللي هي شغاله عندي بالكامل اهوت اللي انا هبدا اشتغل عليه، تمام. هنا ممكن اقول له تعالى لي كده، تمام، هنا بيبدا يديني اهوت، اقول له ممكن ميدو، تمام، اهوت ممكن اقول له نون، تمام كده. لما اجي ابحث هنا ببحث بالاسم، ماشي، يعني انا عندي اما اجي ابحث هنا
لاحظ الخطأ اللي انت ممكن ايه تقع فيه. الفيرست نيم ده تمام اهوت، انا ممكن اخد فيرست نيم ده من هنا، لما احب اقف بقف هنا واقول له ايه بحث، بحث بقول له تعالى اكتب له الاسم، بيبدا يديني البيان بتاعتي. تمام، يعني انا ما اقفش هنا واجي ابحث بالاسم، اجي ابحث بالاسم كده تمام، اقول فايند يقول لك ايه مشكله. تمام، هنا ايه في المشكله، اجي اقف هنا كده اقول له معالى تعالى واقول له 0003 تمام فايند، هيبدا يجيب لي 3 عشان ابحث، ابحث ويطلع البيانات معايا مظبوطه. لو انا واقف هنا في اللاست نيم، طب تعالى لو انا وقفت في اللاست نيم كده تمام اللي هو ده تمام، اقول له كنترول سي تمام، واجي اقف ايه في اللاست نيم اهوت، واجي اقول له ايه بحث تمام، بيبدا يديني البيانات، اقول له ابحث لي، بدا يديني البيانات بتاعتي بالكامل. يعني انا اقدر ابحث مجرد ان انا بقف في التكست اللي انا عاوز ابحث فيه وابحث فيه عندي بالبيانات اللي انا اقدر اشتغل عليها بالفيرست نيم او النيم او الايه الامبلوي. لو انا وقفت هنا كده وقلت له هات لي هنا كده اقول له مثلا 005 تمام، وابدا ايه اشتغل على النموذج بتاعي اللي انا وقفت عليه. تمام، لو انا جيت قلت له نيكست 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 كده وجيت وقفت كده في الاخر هنا باك تمام، بيبدا يديني النموذج بتاع اللي انا سجلته. ممكن اقول له تعالى غير لي الصوره من هنا تمام، اقول له ايه اد تمام، اقول له تعالى على ديسكتوب كده تمام، واقول له تعالى لي هنا عندي الصور بتاعتي الايقونات بتاعتي وهنا العملاء تمام، عندي ظهر لي ايه عملاء كده تمام اهوت، ممكن اقول له حط لي الايه الاسم ده او الشكل ده تمام، هيبدا يحط لي الشكل ده، خلاص بدا يحطه لي في النموذج بتاعي، واعمل لنا سيف خلاص سايب لي النموذج بتاعي اللي انا اشتغلت عليه. هنا ده لو انا عاوز ازود دوله او من دول اللي انا اقدر اشتغل عليها تمام، الديبارتمنت اهوت الوظيفه اللي انت هتبدا تشتغل عليها، عاوز تضيف تضيف من هنا ما فيش اي مشكله، وتقدر ايه تقول له جديد وتبدا تضيف اللي انت محتاجه. طب وعندي هنا السيف، وعندي طبعا هنا نيو، هنا هيعمل جديد، وهنا لو عاوز اعمل ديليت، وهنا لو عاوز اعمل باك، ولو هنا عاوز اعمل نيكست او ايه باك في النموذج بتاعي، ابدا امشي في النموذج بتاعي ومن هنا ابدا اشتغل في البيانات بتاعتي اللي انا موجوده معايا. ممكن اعدل هنا ادل اقول له ان ايه تمام، واقول له سيف، تعالى كده نشوف عادل كده تمام، هنشوف عادل ان كده، تعالى كده لو انا عملت كده وجيت وقفت هنا بدا يجيب لي بدا يجيبه لي اهو، حتى لو انا جيت وقفت هنا كده اتش مثلا اتش اتش كده تمام، وبدات اشوف كده في البيانات بتاعتي خلاص كده اقف كده في النموذج بتاعي، عملت اتش وعملت سيف تمام، بيبدا يجيب لي البيان اللي انا هبدا اشتغل عليه والنموذج اللي انا محتاجه. هنا الصوره دي بتظهر صوره اوتوماتيك، حتى لو انا عملت نيو نيو كده هي بتظهر في جميع البيانات بتاعتي، في جميع البيانات بتاعتي اللي انا هبدا اشتغل عليه. لكن لو انت عاوز تغيرها لازم تغير من هنا وتقول له مثلا كده اهوت كده تقول له اد تمام، واجي اقول له مثلا تعالى في الاد هنا كده حط لي مثلا اي شخص من الاشخاص مثلا اللي انا مثلا اي نموذج من النماذج بتاعتي اللي موجوده معايا، عندي صور كتيره تقدر تحط اي صوره مثلا هنا كده وتحط الدكتوره، او تحط اي شكل من الاشكال اللي انت ايه تشتغل عليها وقول اوكي تمام، ويبدا يظهر لي البيانات بتاعتك تمام. هنا بدا يدي لك الترقيم، الترقيم بتاعك، وبدا ب 00 تمام، ويدي لك 9 يبدا يشتغل معاك في النموذج بتاعي. هنا ممكن اقول له ازه تمام، واجي اقول له مثلا اللاست نيم ام اي ام تمام، وهنا اقول له تعال لي، ممكن اقول له انثى تمام، هنا انثى، وهنا البرزدي ممكن احط البرزدي هنا كده من طريق النموذج بتاعي، اقول له مثلا هنا كده تعالى، وهنا رقم التليفون اقول له 016، وابدا احط ارقام، وهنا جيميل احط الجيميل طبعا باللغه الانجليزيه جيميل جيميل تمام جيميل تمام الجيميل اهوت جيميل تمام اهوت الجيميل تمام، واحط هنا مثلا الادريس مثلا ايه كايرو كايرو تمام، وممكن اقول له مثلا اي حاجه مثلا ديبارتمنت، هنا ببدا اشتغل على الديبارتمنت بتاعي، وهنا الجوب تمام، وهنا الرينك بتاعي تمام اهوت بقدر اشتغل عليه، وهنا اقول له البنك اختار البنك طبعا والسالري تمام، وهنا اقول له مثلا 9500 تمام، وهنا اقول له 1000 و 1150 تمام، وهنا اقول له مثلا 450 تمام، هيبدا يديني البيانات بتاعتي اللي موجوده معايا بكل سهوله تمام. يبقى انا كده اديته البيانات بتاعتي، مجرد ان انا بعمل حفظ بيبدا يحفظ تمام البيانات اللي موجوده معايا، وانزل هنا كده هيبدا يجيب لي 9 تمام. طب لو انا احتجت ان انا اخلي واحد ده تظهر تحت خالص ويبدا يظهر لي في البيانات الجديده اللي ظهر لي، اعملها ازاي؟ ممكن اقفل كده واخش من عندي
من هنا من الاستعلام بتاعي، تمام اهوت الاستعلام بتاعي اللي هنا موجوده معايا هنا وكده اهوت ماشي، اقول له الامبلو كده، ممكن اقول له السورد كده، اقول له مثلا خليه لي كده تمام، تعال نشوف انا عملت كده هيحصل معايا ازاي، تمام اقول له تعال اقفل تمام كده، اقول له ديليت خالص كده، تعالى اقول له نو لا كنسل كده، اقول له تعالى كده نو كده، واجي عندي هنا في السب فورم هنا كده تمام، في السب فورم كده في الداتا، واجي في الداتا بتاعتي تعالى لي اهوت، ومنزل لي البيانات كلها تمام، كل البيانات بتاعتي نازله اهيت، اقول له تعالى لي، ممكن اقول له تعالى لي من هنا اللي هنا كده، علم لي من جميع البيانات بتاعتي كده ونزلها لي كده، واجي اقول له تعالى لي في الاي دي اخليها لي طبعا اللي هي الاختيار ده تمام، واقفل تمام، وافتح الفورم تمام، بدأ رقم 9 يظهر لي فوق اهو تمام. يبقى انا قدرت اخلي رقم 1 تحت واجيب اخر اختيار او اخر اسم انا اشتغلت عليه عشان ابدا ايه اعمل فيه نموذج تمام. حبيت ابحث بميدو ده كده، اقول له تعالى لي اقف هنا في الاسم هنا كده، اقول له ميدو تمام، اقول له ايه اوكي، هيبدا يشتغل لي على النموذج بتاعي اللي انا هبدا اشتغل عليه. جيت اقول له نيكست تمام رقم 9، ويبدا يديني النموذج بتاعي اهوت، بدا يشتغل معايا باك، بيبدا يديني اهو نموذج ابدا اشتغل عليه بكل سهوله. طب نشأنا الكلام ده ازاي وعملنا الكلام ده ازاي؟ اول حاجه طبعا هنا ده جدول البنوك، طبعا احنا بنيجي هنا ونقول له البنك، ونيجي نقول له تعالى لي البنك اي دي واسم البنك والبيانات بتاعته والكود بتاعه تمام، وهنا والبيانات بتاعته بالكامل والسيريال بتاعه اللي موجود معايا ظهر قدامي اهو، اسم البنك صوت الكود تمام اللي انت عاوز تحطه والبادج اهوت والسيريال والبيانات بتاعتي اللي انت شغال عليه. الديبارتمنت طبعا ديت اللي عندك اهوت موجوده زي ما انت شايف كده، صممناها ازاي اهو تمام، هنا شورت تكست تمام الكود، وهنا النيم برضو شورت تكست تمام مفيش اي مشكله. وجيت هنا في الامبلوي تمام البيانات بتاعته انا صممتها ازاي، تعالى بقول له هنا كده، هنا الاي دي وخليه اوتو نمبر، وهنا في الفورمات بتاعته في الفورمات بتاعته هنا تخلي بالك تحت هنا كده بخليها 000 ليه؟ لان عشان بدل ما يكتب لي 1 2 3 يكتب لي 001 002 تبدا تفرق ما بين البيانات اللي انت هتبدا تشتغل عليه تمام. فيرست نيم تمام اهو مكتوب عندك اهوت، ومكتوب عندك الفيلدز بتاعه والساس بتاعه 40، وكمان عندي اهوت اللاست نيم، وهنا جنرال تمام موجود معايا اهوت، لو انا جبته هلاقي عندي اهوت معمول عندي ايه، عندي ذكر وانثى والبيانات ميل وفيميل او ذكر وانثى، ممكن تزود البيانات اللي انت عايز تزودها منها تمام، وتخليه رقم 1 تمام. وهنا برضو البرزيدي بخليه تاريخ تمام زي ما انت شايف كده تاريخ، وهنا كمان التليفون تمام، وباجي هنا في التليفون اقول له بيساوي هنا في الاول اهو بيساوي اهو اتنين كوتيشن ما بين اتنين كوتيشن ما بين علامتين تنصيص هنا زائد و002 تمام، ممكن تحطها حسب الدوله اللي انت عايزها تمام، 00 مثلا 6 005 65 43، وتخلي الرقم السايز هنا 15 او 14 او حسب رقم التليفون بتاعك عندك، مثلا التليفون بتاعك مثلا لو 10 ارقام 11 رقم وتزود 3 ارقام اللي انت بتضيفهم يبقى عندك كده 14 رقم او 15 رقم تقدر ايه تعمل. الايميل نفس النظام بتقدر تكتبه هنا في النموذج، والادرس برضو نفس النظام، واللي هنا لونج تايم، وهنا هنا ديبارتمنت، هنا شورت تكست، واجي هنا اقول له تعالى لي. بنقدر نجيبه منين؟ طبعا بنقدر نجيبه من الجدول، الجدول الثاني الديبارتمنت دوت، واقدر احطه في النموذج بتاعي اللي انا شغال عليه تمام، واقدر ادخله في النموذج بتاعي اللي انا ايه اعمله. هنا كمان واجي اقول له خلي لي اختيار بتاعه، وهنا ايه النموذج بتاعه. هنا الجوب برضو كمان نفس، بحط الوظيفه عندي هنا تمام ان اقدر اختار منها، وده البنك، وهنا الفوتو تمام، وهنا اسم البنك اللي انت شغال عليه والسالري، وهنا اللي طبعا ديت كلها ارقام اللي هي الارقام بتاعت اللي انا بتاع الموظف بتاعي اللي انا هبدا اشتغل عليه تمام. طبعا سيفت، واجي هنا في هنا ده معمول استعلام، استعلام اهوت موجود فيه البيانات بتاعتي كلها تمام، لو دخلت على النموذج بتاعي اهوت مديني الاستعلام ورابط الاستعلام ببعضه تمام، وهنا في الريليشن شيب رابط اهوت البيانات بعطاء البنك اهوت بالديبارتمنت بالوظيفه او العنوان اللي احنا موجود تمام. انا سيب لك كل البيانات ديت موجوده معايا، وهنا ده الديبارتمنت تمام، وهنا كمان انا سايبه هنا النموذج اهوت، النموذج بالبيانات بتاعته،
وكمان عندي الصفورم اهوت كمان موجود معايا هنا في النموذج بتاعي وتصميمه تمام. وهنا في النموذج ده انا السيف هنا برضو الايفنت بتاعه او عندي اهوت موجود معايا تمام. البيانات اللي انت هتبدأ تشتغل بها كلها تمام. لا اقول له تمام، هنا ببدأ اقول له تعال لي شوف البيانات. وهنا عندي اهوت برضو نظام البحث تمام، عندي موجود اهوت الاكواد بتاعتها تمام. كل الاكواد هسيبها لك بالنموذج بتاعك بكل سهوله في ايه البيانات، تبدا تشتغل وتطلع البيانات بتاعتك اللي انت عملتها، واقدر اتحرك من هنا بكل سهوله اهوت في النموذج بتاعي، واقدر ايه اشوف البيانات بتاعتك ايه. وهنا بيبدا يفتح لك نموذج جديد. طبعا انا هسيب لك النموذج والاكواد مفتوحه، وعندك الجداول تقدر تصمم عليها بكل سهوله. طبعا لو مش متابعني تابعني على قناه ممدوح جنينه على اليوتيوب، هتلاقي كل جديد، هتلاقي برامج مجانيه، اكواد مجانيه، نماذج مجانيه تقدر تشتغل عليها بكل سهوله. شكرا لحضراتكم.